بالله يا عم. اش غنقول لك؟ هاد الشيء قالوا لي، قالك راه رجعي طليا قبيله، قالوا لي الشهريه ما الشهريه، انا ما عنديش ما غنعطيها. كنت اختي فيك كنت ندبر على راسي، راه كنت نعطيها. دابا راه ما تندبر ما والو، ها انت هي راه حتى فلوس الكره ما خرجتش نخلصهم. اختي داك الايام دابا قالك على سول، قالك ما تنعطيش انا الشهريه، انا مذكوره في الكتاب. كنت تنعطي اختي من الشهر الشهر، كنت تنعطي 10000 ريال نهار واحد في الشهر كنت تنعطيها. كانت تجي عندي مريم تتقول لي اري، تقول لي تكلمي لمونة، تمشي عند مونة تقول لي مونة راجا السيد باش يدي فلوسه. فؤاد بيت انا مش تنمشي انا عند مونة تنعطيها، تيجي فؤاد تدي فلوس الشهريه ديالو. باش دابا انا ما عندي ما غنعطي، واللي وصلني دابا راه غنمشي عند جدارمي، انا ما عنديش ما غنعطي. اللي شي واحد يقول لي عطيني ولا يدق في بابي راه غنطر ويا للحبس. ما عنديش ما عندي ما غنجيبها، هو ربي اللي غنبدو ما عنديش نخلصو. ولمن كيقول هاد كيعطي الفلوس فؤاد؟ فؤاد يعطيها لا جودان، لا جودان وقت ديال جودان هو اللي تيقول لهم باش يخلي القحاب يدبروا على راسو. ودابا اختي انا ما عنديش، منين بغاو يجيو يديوني يجي في كانت عندي راه كنت نعطي، ما تنتقطع فيها ونعطي. وتيقول راه ما تنعطيش كاع ما مذكوره. فين مشاو هاد الفلوس هادو اللي كنت نعطي انايا؟ داهم فؤاد، يعني هاد الفلوس هادو ما تنعطيهمش انا، تنعطيهم انا تيديهم فؤاد.